في عالم تتسارع فيه التطورات التكنولوجية يزداد اهتمامنا بالذكاء الاصطناعي. لقد أصبح هذا المجال مثار نقاشات وجدل واسع، فهل سيصبح الذكاء الاصطناعي صديقاً للإنسانية أم عدواً لها؟ يعد الذكاء الاصطناعي أحد أهم التقنيات الناشئة في عصرنا الحالي. يمكن لهذه التقنية أن تحدث ثورة في العديد من المجالات مثل الطب والتعليم والنقل والتصنيع. في مجال الطب، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد الأطباء في تشخيص الأمراض بشكل أكثر دقة، وتطوير أدوية جديدة، وإجراء عمليات جراحية معقدة بدقة عالية. في مجال النقل، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تطوير سيارات ذاتية القيادة، مما قد يقلل من حوادث المرور بشكل كبير. في مجال التعليم، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم تجارب تعليمية مخصصة لكل طالب، ويساعد المعلمين في تقييم أداء الطلاب بشكل أفضل. في مجال التصنيع، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في أتمتة المهام وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات. لكن على الرغم من الفوائد العديدة للذكاء الاصطناعي، إلا أنه يثير مخاوفاً أيضاً. يخشى البعض من أن يصبح الذكاء الاصطناعي ذكياً للغاية بحيث يهدد سيطرة الإنسان على العالم، كما يثير استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة مخاوفاً كبيرة من حدوث حرب عالمية جديدة. يطالب بعض الناس بوقف تطوير الذكاء الاصطناعي تماماً، بينما يطالب آخرون بوضع ضوابط أخلاقية صارمة لاستخدامه. ما هو مستقبل الذكاء الاصطناعي؟ هل سيصبح صديقاً للإنسانية أم عدواً لها؟ هذا سؤال يجب أن نجيب عليه جميعاً. شاركنا أفكارك في التعليقات. لا تنسى الاشتراك في القناة لتبقى على اطلاع بأحدث أخبار التكنولوجيا.